قابلت الشباب يا جماعه وانا خارج من الامتحان والناس زي العسل. منين اسمك ايه؟ من غزه. افتح بص يا لهوي في ده يا ابو يا حي الله. اسمك ايه؟ يوسف. افتح ناس يا يوسف يا حي الله. امير في ملف فلسطين. افتح ناس افتح ناس ان شاء الله ربنا ينصر فلسطين بامر الله. شرفت بيكم يا شباب. الله يسعدك. اتفضل بقى الفيديو ده خلاص حبيبي. يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. سلام يا رجاله. السلام عليكم. صباح الخير صباح الخير صباح الخير. عندي امتحان دلوقتي. صباح الفل. امتحاني النهائي الله المستعان. الساعه دلوقتي 8 الا ربع. امتحاني الساعه 8 ونص. قريب جدا من هنا. اخرج من الباب اللي في الوش ده عكس بيتي هلاقي الاكاديميه او مكان الامتحان. يلا بينا ان شاء الله باذن الله. مصبوره تعبك النهارده هيبان. الحمد لله تعبت كتير خلصت كتير وبقيت احسن من الاول كتير. والتسهيل على الله. ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. يلا بينا ادعوا لي. هتكونوا شفتوا الفيديو ده بعد ما يكون خلصت كورس خالص. صباح الفل. استني واحد صاحبي هيجي دلوقتي. استناه فين؟ استناه هنا ولا استناه هنا؟ استناه هنا. قعدت صح فيه وربنا ييسر حاله وما يتاخرش. انا لسه بدري على الامتحان مش الكورس. الامتحان الواحد واخد على كلمه الكورس. فاضل 45 دقيقه. ف 45 دقيقه وقت كويس لان المشوار مش هياخد 8 دقائق بالظبط لحد هناك. يعني انا هفضل مستنيه لحد الساعه كام؟ لحد الساعه 8. بعد 8 همشي. بس هو اتصل بيا قال لي انا جاي في الطريق. فالله المستعان. مش عارف بقى الفيديو ده هيبقى فيديو كبير ولا فيديو قصير. انتوا حظكم لان في الامتحان ممنوع ان انت تصور، ممنوع ان انت تاخد تليفون معاك، ممنوع ان انت تاخد سماعات في ودنك، ممنوع تاخد اللي هي الساعة اللي هي الذكية اللي فيها كاميرا، ممنوع طبعا، ممنوع تلبس ساعة أصلا، ممنوع حاجات كتيرة قوي طبعا، ممنوع تاخد كتاب، ممنوع تعمل براشيم، ممنوع مش عارف ايه الحاجات اللي هي ممكن يكنسلوا الكورس بتاعك. ان انت تتكلم مع زميلك، ان انت تقرأ بصوت عالي، ان انت تعمل دوشة في الكورس، ان انت ايه، في حاجات كتيرة قوي نخلي بالنا منها في الامتحان عشان ما يقولكش روح. بجد هيقولك روح بكل سهولة بدم بارد. يعني روح يا ابني خلاص كده انت شكرا. تخبيط المش عارف. المهم ان انت ما تعملش دوش، تخليك بقى تسمع عشان هتسمع كتير. في حاجة اسمها ليزن، وفي حاجة اسمها هورن اللي هي السماع، وفي اشبرخة. كل ده لازم تعمله في الامتحان. وانت ورزقك بقى. ويوم الامتحان يكرم المرء او يهان. فينك يا ولدي؟ الواد لسه ما جاش كسلان. عموما هو حر. الساعه 8 بالدقيقه هتكل على الله. اكلمكم بجد. يلا. اتصلت بيه قال لي 5 دقايق وجاي لك. الساعه 8 الا 5. فلا 8 الا 10. الساعه 8 الا 10 دلوقتي. فخمس دقايق مش هتفرق. قدامه 10 دقايق. بعد ال 10 دقايق باي باي كامبورا. صباح الفل. الان من الامتحان يا خالد. طبعا الان يعني مسؤوليه اتحطت على كتفك ولازم تبقى قد هذه المسؤوليه، لانك لو ما كنتش قدها مش هتبقى فيها. في ناس كتير قوي بتحسدك ونفسها تبقى في اللي انت فيه او ربع اللي انت فيه وما هياش عارفه. السفر للدول دي مش عاوز اقول صعب ولا عاوز اقول سهل. انت لازم تعمل مجهود عشان تجتاز اختبارات لغة في أي بلد. لازم تكون ذاكرت، لازم تكون اجتهدت، لازم تكون سهرت، لازم تكون كتبت كتير وقريت كتير عشان تبقى جاهز لهذا الامتحان. الامتحان أنا عاوز أقول لكم عليه عشان تبقوا عارفينه أو مسلسله. يعني أنا طبعا اتدربت عليه كتير وخدت منه كوبي، يمكن عملت لكم فيديو بهذا الكلام، ولكن عاوز أقول لكم. بس استنوا عندي تليفون دلوقتي هقول لكم على الخطوات. اول حاجه بتاخدها في الاختبار اللي هو الليزن، بيجيب لك نماذج وانت بتقعد تحل النماذج دي ولازم تكتبها صح. وبعد كده بيكتب لك او بيدي لك اكتر من مقطوعه بتطلع منها 5 اجوبه. بعد كده ايه تاني؟ بحاجات كتيره بقى تقعد تحل وتخلص هذه المقطوعه والطايل او الطايل. وبعد كده تنتقل على الهورن. لما بتتنقل على الهورن بتسمع بقى يا برنس، لازم تسمع، تقعد تسمع بيتقال ايه. بيبقى هو سألك سؤال تحت الكلام دوم الطايل دوم. بتحل بقى انت اللي هو الهورن اللي انت بتسمعه. اتنين بيقولوا محادثة
وانت بتعرف اللي هو السؤال اللي هم حاطينه في الورق. بعد كده بتاخد حاجة اسمها اللي هو تعريف عن نفسك، ان انت بتقعد بقى تعرف عن نفسك، اسمك كذا، عائلتك كذا، مواليدك كذا، ساكن في الحتة الفلانية، انت جاي منين، بتشتغل ايه، عاوز تضيف ان انت كنت شغال في السابق كذا. الحاجات دي لازم تكون انت عارفها مستعد ليها. بعد كده بيحط لك صورة ويقول لك اوصف لي اللي في الصورة، بتقعد انت بقى توصف اللي في الصورة وادق التفاصيل اللي في الصورة، واي حاجة تشوفها في الصورة بتوصفها. مش شرط ان انت تقول كل حاجة عن اللي موجود في الصورة، ولكن بنسبة 70% لازم تقول كل اللي في الصورة، وتركز في الاساس على الاشخاص اول حاجة. وبعد كده تبدأ بقى توصف في ظهر الصورة في كذا، في شمال الصورة كذا، في يمين الصورة كذا، وربنا هيوفقك. اخر حاجة بقى اللي هي شبريخ سوزامن، او بتتكلم مع صديق معاك ان في حد عنده مشكلة، صديقكم، او صديقكم مثلا عيد ميلاده، او صديقكم مثلا نقل في شقة جديدة ومحتاج ان انتوا تساعدوه، او صديقكم عاوز يوضب الشقة بتاعته، او عاوز يشتري عفش. حاجات كتيرة قوي لازم انت تكون درستها في مرحلة البي اينز. فهمت يا حبيبي القلب؟ فالله يسعدكم. انا يمكن شرحت لكم كل حاجة تقريبا، في حاجات طبعا اكيد نسيتها، ولكن ده تقريبا كل القصة. والساعة بقت 8 الا 3 دقايق وصديقي لسه ما جاش. عموما انا براجع وانا واقف، وعملت لحضراتكم الفيديو، يعني مش عارف بقى استناه تاني ولا هاخد بعضي انا واسبقه، مش عارف. انا لسه برضو ما زال عندي وقت كتير، والله المستعان. صباح الفل علاء، تعمل ايه؟ زي العسل والله. ذاكرت؟ ذاكرت ها؟ والله ولا كلمة. يعني كده ينفع كده التأخير ده؟ فاضل لنا قد ايه؟ فاضل لنا نص ساعة. فاضل لنا نص ساعة، الساعة 8 دلوقتي، فاضل لنا نص ساعة، والمكان قريب هنا، هناخده ومشي. ربنا يسعدك ان شاء الله بالتوفيق وتنجح يا علاء حبيبي. احنا سنة حلوة قوي. سنة خدنا منها قد ايه اجازات؟ كلها اجازات. كلها اجازات والله. تأخرت ليه؟ والله. ها؟ فين؟ والله ايه؟ الإطار اتأخر اليوم. الإطار اتأخر؟ وبعدين عامل فيه ايه يا جماعة؟ جاي الساعة 8 بس امتحاننا لسه بدري عليه. انا كنت قلقان احسن يتروح عليه نومه. والله حبيبي قوي يعني. صباح الفل. حليب كمان؟ حليب. انا شوف ده في الشجره. يلا اعمل لنا يا برنس. اعمل لنا يلا يا معلم. انا هشرب كابتشينو. تاخدوا حاجه؟ معلقه واحده سكر. ما ينفعش ما تروحش تشربش الكابتشينو الصبح ولا تشرب القهوه بتاعتك الصبح. صباح الفل. مش غالي يا جماعه والله. حاجات رخيصة، 2 أورو، 2 أورو ونص، 3 أورو، في حاجات بيورو ونص، حسب ما أنت عاوز، يلا يا عم. زي ما يريد ربك. الحمد لله. زي ما يريد ربك. اشرب كوفي يا علاء، والله. عشان تفوق. ها؟ ما بشرب قهوة. ما بتشرب قهوة؟ صحصح. صحصح أهو. طب راحت عليك نومة؟ والله جبنا الكابتشينو. وهنروح على الامتحان. صباحكم عسل، صباحكم خير، صباحكم رزق، صباحكم كل حاجه حلوه. يلا اشوفكم على خير. خلي بالكم من نفسكم يا عرب. اصدقائي جوه يجيبوا القهوه بتاعتهم، وانا خدت الكابتشينو بتاعي. باي باي. دي قاعه الامتحان ان شاء الله باذن الله. طبعا الناس قاعده اهي، بصوا. والله المستعان. يعني دي حاجة قبل الامتحان ما يبدأ عشان أدخلكم في الموضوع. يلا أشوفكم على خير. السلام عليكم. لسه مخلص الامتحان دلوقتي، والله المستعان. ثقة في الله نجاح. صباح الفل. امتحان زي العسل، وإحنا زي العسل، وكله زي العسل، وإن شاء الله ناجحين بأمر الله وكله تمام. صباح الفل. أهلا وسهلا. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل. أهلا وسهلا يا غالي. بس يلا أشوفكم على خير، وفي أيام تانية بحكي لكم الامتحان. سلام.